يا هلا ويوميا ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله كله بخير. اليوم أحد معطل، فقلت خل أسوي لكم فيديو وبلشت وهي هاي العربانة الحلو. عربانة شنو؟ أقصد الماكينة مال قص مال زرع، راح نشتغل بيها باكر إن شاء الله. يمكن السونات هاي أكثر سيارة تأخرنا بتصليحها، صار لها فوق السنة من ذاك الشتاء لحد راح يجي الشتاء الثاني وهي ما خلصانه، لان ما جاي نشتغل بيها فعافيه هنا تاركيها. هسه عندنا هاي البمبر مالتها هنا، شدت البلاستيكه مالتها هاي الجوه، بعد يراد لها بس شباك وتكمل السياره. فهسه راح نسوي، راح نشد البمبر ونشغل السياره، صار لها هواي ما مشتغله، حتى يفتر المحرك مالتها ما يبقى جامد، ونسوقها شويه من هنا نطلع بيها لان ما بيها رقم هنا بهذا الفرع، شويه نلفلف بيها. يلا خلينا نبلش بيها. والله قعدت حلوة، بس يراد لها صبغ لون أبيض. طبعا ذي البلاستيكات هنا موجودات عندي بس ما شديتهن. هسه شو نسوي؟ نشغلها ونخليها تحمى شوية يتحرك بها الدهن، ونطلعها هنا شوية نجربها. بس هاي واقفة بالطريق قدامنا، لازم نحرك هاي وبعدين نطلع هاي. ما راح اقدر افوت من الباب الثاني، محشوره حشر السياره، فلازم افوت من هنا. بيها بس لايت واحد مع التايرات، هذا التاير الامامي شويه نازل هنا مكتوب. انتظرونا بعد 10 سنوات. يلا راح نصبغها من مكان الشغل. اليوم رجعت ياكم، طبعا شوفوا هاي الارضيه شلون سويناها حلوه بالفيديو، راح جبناها وبهذا الفيديو ان شاء الله راح نسوي الجهه الثانيه. بس هسه اول جهه كملناها، تعال اشوفكم اياها وراح اشوفكم شلون نطبق الجهه الثانيه. الهول كلش انقلب شكله ورا ما طبقنا الارضيه. طبعا الارضيه كلها تراب يراد لها مسح، لان اشتغلنا عليها ومشينا هواي وخلينا اغراض عليها، فهسه شوفوها بيها تراب ووسخه. مدينا من اول ما تدخل الباب وعلى الدرج والتطالع على المطبخ، وطاب هنا بهاي الغرفه مال الملابس، بعدين المطبخ تجي كله كمل. خلي نروح نشوف شلون راح نسوي هذا الهول الثاني.
خلصنا، شوفوا الهوسة صارت وهاي الفضلات البقين. كمل هذا البيت وهذا البيت بقى بس شوية من المطبخ، هسه اشوفكم اياه. بس والله صار يجنن، وخاصة ان اللون كلش حلو اللي اختاريناه. عجبني شي هنا وقلت لازم اصور لكم اياه. هاي الشركة تدق عليهم مثلا عندك الجامة خربانة، يجي هذا العامل قدام البيت مالتك يصلح لك الجامة مالتك، عند العدة كاملة اللي جب السيارة خلص لك اياها، تعطيه فلوس ويروح. حتى الجامة القديمة هو ياخذ هيذبها. والله شي حلو. ورا ما خلصنا هاي الارضية كلها، هسه ايش راح نسوي؟ راح نسوي الحواف بهاي الازارة اللي قلت لكم عليها اللي تغطي الحافة كلها، هاي الناعمة. هسه هذا البيت كله سويناه، فراح نروح ننتقل على البيت الثاني. تعالوا خلينا نشوف شلون راح نسويه. شوفوا قبل بيها فتحة، شوفوا هسه. ورا ما الحمام طبقناه خلينا الكاربت بهاي الغرفة وبهاي الغرفة، يرادلهن بعد ازارة همين مثل هاي شفت لكم اياها البيضة حوالين كل الاطراف. طبعا عندنا مهمة اليوم لازم نسويها، جبت العربانة وعندنا هاي الماكينة راح ناخذها نقص بيها الحشيش مال الشغل مالتنا، لان الحشيش صاير هيك هالكبراته، فاذا ما نقصه الدولة راح يجون هم يقصونه بعدين يعطونا غرامة. كملت الماكينة، شديت هاي الحديدة مالت الجوة قصيت بيها شوية، فهسه نروح نكمل هاي كلها.
هاي الماكينة أحسن من ديك اليدوية بألف مرة. هاي قاعد على الكرسي وتقص بيها ما شاء الله حيل سريعة. هذا قصيته أقل من 10 دقائق كله، بقى بس ديك الجهة وتكمل. بدلت وطلعت بس السيارة من أقصى مي. تذكرون بالفيديو القبل السيارة كل ما دير لها مي ينقص، كل ما دير لها مي ينقص، آخر شي بقى بيها. بس اليوم من شيكتها تقريبا صار أسبوع أشيك بيها دائما ينقص، فخلنا نشوف هسه اندرت لها وخلنا نشوف اذا ناقص او لا، ونشوف اذا المي طاير. والله حار، هذا مو ماله فتح هذا القبق. لا والله المي رجع مزيان الحمد لله ما طاير. هذا القبق ابد لا حد يفتحه بيوم اذا السياره حاره، لان هذا يا ستار من تفتحه ينفجر على الواحد يطلع مي حار فيحرقه للوجه. على هذا الجو الحلو اخذكم رحله بالطيارة، نشوف شكو ماكو، نستكشف هذا المكان اللي دائما نجي بيه هنا. اللي ما يدري هاي الدرون مو بأي مكان مسموح لك تطيرها، اكو مكانات ما يصير تطيرها بيها نهائيا، واكو مكانات تطيرها بس لازم تنتبه حيل كاتبيلك، واكو مكانات لازم تاخذ اذن من المكان هو نفسه اللي ما مسموح تطير بيه الطيارة مالتك. هاي الطيارة ما تقدر تطيرها اكثر من 150 متر ببعض الاماكن، لان هاي الدرون خطره حيل على الطيارات الفوق، اكو هليكوبتر يفوتن او طيارات من تريد تحط فتنزل، فهاي خاف تطب المحرك وتسوي لهم سالفه كبيره. راح تروحون تصعدون فوق برحله كلش حلوه، شد الاحزمه وتجهزوا ويلا في امان الله.